مرحبا، عم طلع عليكم اليوم من مكان مميز وسط العاصمة بيروت لنغوص مع بعض داخل عالم بورش وناخدكم بجولة ولا أروع على بورش ستوديو بيروت اللي يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة والثالث عالميا. هلأ أنا قاعد بدرايفرز كلوب أريا ببورش ستوديو بيروت، خليكم معنا لنعيش تجربة مع بعض مليئة بالسرعة والموضة تعكس روحية الصانع الألماني بورش من ناحية اللوكجري والبرفورمس. مثل ما كنا ذكرنا، بورش ستوديو بيروت مكان ولا أروع تم افتتاحه مؤخراً بتصميم رائع مستوحى من مدرج عروض الأزياء الرانوي. أنا برأيي هو مقصد لكل محبي السيارة الألمانية. بورش ستوديو بيروت بيشمل عدة أقسام بتاخدكم برحلة عبر الزمن من تاريخ بورش العريق لأجمل السيارات الحديثة المعروضة، وكمان بيشمل تجربة تسوق ولا أسهل لاختيار مميزات سيارة بورش حسب الطلب، حسب رغبات وميزانية سائق السيارة الألمانية المميزة. كنا وعدناكم بتجربة تسوق فريدة من نوعها، رح نعيشها مع بعض من خلال مرحلة تحضير سيارة البورش 911 كاريرا اس كابريو. رح نبلش أول شيء باختيار اللون الخارجي من مجموعة ألوان ولا أروع. احنا اخترنا الجرافيت ميتاليك بلو اللي بيبرز بشكل واضح التصميم الرائع لل 911. ننتقل للمقصورة الداخلية من مقاعد جلد وغيرها. أنا شخصياً اخترت الجلد الأسود لأنه بيعمل كونتراست مع الجرافيت بلو ميتاليك، خاصة إنه سيارة كونفورتبل. بعد ما كنا نقينا اللون الخارجي للسيارة والمواد المستعملة بالمقصورة الداخلية، سائق بورش بيقدر يعمل كاستمايزيشن لسيارته لأداء تفاصيلها مثل ما هو بده من قبل بورش اكسكلوسيف مانيفاكتشرز أو الصانعين الحصريين المعتمدين من الصانع الألماني بورش، من مجموعة كتير كبيرة من الجير نوبس للستيرينج ويل للأرم راست، مع مواد مختلفة على الأرم راست وأشكال مختلفة للوجو، بالإضافة للجنود حتى بيقدر يعمل كاستمايزيشن للون المفتاح حسب شخصيته ولون سيارته. هيك بنكون نقينا كل اختياراتنا حسب الطلب وجهزنا سيارة البورش 911 كاريرا اس كابريو بحسب رغبتنا الشخصية. مثل ما كل سائق راغب بامتلاك سيارة مميزة من شركة بورش بيقدر يجهز سيارته، وصرنا جاهزين للانطلاق. بعد ما عشنا مع بعض تجربة تحضير الـ 911 وعملنا جولة على التصميم الخارجي وفرجينا التفاصيل، تحديداً التايل لايتس صار عندهم 3D effects، وعملنا جولة كمان على المكسورة الداخلية، بتخيل صار لازم ناخد السيارة على الطرقات اللبنانية ونعيشكم تجربة مليئة بالأكشن والسرعة، ونفرجيكم كمان شعور القيادة والقدرات الميكانيكية لهالسيارة من صانع الألماني بورش. الميكانيكية سيارتنا مجهزة بمحرك 3.0 لتر توين توربو فلات 6 مربوط بعلبة تروس من 7 سرعات PDK بيولد قوة 420 حصان مع توب سبيد توصل لحوالي 304 كيلومتر بالساعة. عيشوا معنا تجربة تسارع الـ 911 من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بحوالي 4.3 ثواني.
في شغلة الكل بيحلم فيها بنشوفها بفيديو جيمز أو حتى بأفلام السرعة، هي هالكبسة اللي عنا إياها هون. رح انتقل أنا على السبورت بلس وجرب شيء اسمه سبورت ريسبونس بوتن اللي بيعطينا اندفاع وتسارع بكل قوة 911 مرة واحدة. سيارة ولا أجمل، شعور ولا أروع، بلش معنا بهدوء ما قبل العاصفة ببورش ستوديو ببيروت وكمل معنا بعاصفة من الأدرانين والأكشن على متن بورش 911 كاريرا أس كابريو. بتخيل كل شخص بده يمتلك بورش لازم يعيش تجربة بورش لايف ستايل مثل ما احنا عشناها. خليكم معنا على strivemi.com، تواصلوا معنا، شاركونا أراءكم على السوشيال ميديا، وأكيد درايفن ستايل.